السلام عليكم العزاوة والعزاويات، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. تحشكم الدري. شوف هاد الايامات هادي ما طرحتوش فيديوهات، هاد الايامات مفوكيسين في ستريم. شتوها كيك احمد الصابرين يوميا ستريم في كيك. سهل، تدخل تدير www.kik.com/ احمد الصابرين، تجيب لك البروفيل تاعي هو، تضرب واحد الجيم وفولو، تدير كونت صافي ومرحبا بك. ساعه راه وقت ما درت لايف طلع لك نوتيفيكاسيون صافي. هادشي اللي كاين زعما، راه هادشي فين مغبرنا. بيت الدراري هاد الفيديو تفرقعوه بالرجوله الجيمات. شو ما تفرج فيديو ما دير الجيم ماك حقود اصاحبي. نزل لتحت واحد الجويمه وكليكي عليها بحال هكا. المهم العزاوه والعزاويات، الفيديو هذا ماشي فلوغ، ماشي رياكسيون، هاد الفيديو هذا ستوري تايم. هاد الفيديو ان شاء الله فيه واحد ستوري تايم، وكانت وقعت لي وانا صغير تاع التنس في رجليا. المهم وقعوا فيها بزاف تاع الاحداث، فيها المهم علاقه بسوبرمان، بزاف ديال اللعيبات، المهم خريطه ديال الضحك. واحد القضيه اخرى، عندي واحد الشنت الجيمنج ديالي اللي هي هادي. الشنت الجيمنج غادي نلوح لكم فيها الجيمنج الدراري، فيديوهات لعيبات تويشيات يعني الدراري بالرجوله. انا كنت عزيز عليك غادي تدخل غادي تابونا على ماك معكاز، غتلقاها في صندوق الوصف ولا في اول كومونتير. انستغرام ديالي حتى هو اللي هو هذا انستغرام، راه ما يمكنش ما تابوناش فيه. راه انستغرام تحطوا فيه ستوريات امتى بنا اللايف وهادشي اللي كاين. فرجه ممتعه، ما تنساوش ديرو لنا كومونتير جيم وفولو. خاصكم تعرفوا على العزاوه، اي واحد فينا ضروري غادي يكون تهرس في حياته. هرستي دير كون تهرس حتى لك رجليك، تهرسوا لك يجيك، تهرس لك صبعك في رجليك. المهم تكون تهرستي ضروري زرتي الطبيب، ضروري زرتي اللعيبات، فهمتيني. انا الدراري ديك الساعه كنت صغير، شحال في عمري؟ كنت في عمري واقيلا واحد 6 سنين ولا 7 سنين، ولا نقول لكم كاع واقيلا عندي 8 سنين بحلاوته، عندي 8 years old، كنت باقي شباب جون، فهمتيني. ديك الساعه الدري كانت واحد الحلاوه، كانت عندنا استعمال الزمن باقي عاقل عليه. ديك الساعه كنت نقرا في عبد الواحد المراكشي، وكانت ملاصقه معنا عبد الكريم الخطابي. كريم الخطابي كانت عاطي ابو جهل جهه سوق البال تاع دواري زيكي، وعبد الواحد المراكشي كانت اون فاس مع واحد السيكليس وواحد المكتبه. كنت نقرا تما فوق هذيك المدرسه الابتدائيه عند واحد السي سميتو السي باهر، كان عزيز عليه، عنده واحد اللحيه بيضاء وكان تيقري مزيان. انا كان باقي عايش الله يطول في عمره. عزيز عليا شي استاذ فاش يقريني ونترحم عليه. كاين شي اساتذه قراوني الله يخليها سلع، تنبقى ديما تنتحلف عليه. وكاينين شي اساتذه قراوني والله يرحم ليهم الوالدين والله يعمر هضر، تيجيروا العمل ديالهم على احق وجه. مع كانت عندنا واحد الاستاذه باقي تنعقل عليها، تندير الفولار تدخل وتجبد التليفون وتخلينا حنا ما تدير لينا والو والله. وكاين واحد الاساتذه زعما الله يعمر هذا، المهم ماشي مشكل. باقي تنعقل على دوك الاجواء ديال تنوض الصباح مع الثمانية، تكون عندك من 8 ل 10 تخرج للاستراحه، تشرف ذاك الروبيني في الاستراحه بحال هكا، تشرب به بهذه الطريقه ديك بحال هكا، تكون هو الحديد، تلعب شويه مع الدري، تعاودوا تدخلوا تخرجوا مع 12، مع 12 تمشي تتغدى، تكسر تويق، فهمتيني. وكانت واحد الطابليه عزيزه عليا ديك تتسد بحال هكا، ماشي الطابليه دابا تاع الكزاره اللي تلبسي لبسوا لكم دابا، شتي لبسوا لكم دابا هي طابليه الكزاره، راه الطابليه كاع ما كانت في راسك. انا في الجيل تاعي ما كناش تلبسوا الطابليه، بدا الابتدائي كله دوزتو بلا طابليه انايا. قال لك اسيدي انا كنتي داخل تقرا تيخصك الهندام ديال بالرجل، فاش تدخل المدرسه تلقى بنادم لابس طابليه بيضاء تيجيب لك لايف بحال جاي للكرنا ولا فهمتيني شي او اف بي بي تي ولا شي حاجه. ما فهمتش هاد اللعبه تاع الطابليه، مازال الطابليه في الصغر. دابا انتم شوفوا معايا الاخر المنخر، تمشي للجابون تلقاهم عندهم اللباس الموحد، بنادم لابس كرافاطا لابس كوستيم، دريات لابسين سراول. هنايا صاحبي ديري ليك طابليه وفهمتي، فهمت السطا صاحبي. شوف اصاحبي كيفاش السيستيم متناقض، فهمتي. واش ما فراسكم واحد القضيه نقولها لكم الدراري، واحد القضيه اللي انا لحد الان باقي ما تدوز ليش في دماغي، هي با كان تيشري ليا بزاف الكتوبه، ودوك الكتوبه ما تندير بهم والو. تخيل معايا دابا نورمالمون انت فاش تدخل عند شي ماده تيخصو يشرح لك، باقي تنعقل ديك الساعه تندخل عند شي ماده تتحضر راسك وتبدا تكتب كي شي حمار. فاش تكون في الثانويه ياك تدخل، كان عندي واحد الاستاذ سميتو بينوكيو في الجغرافيا، تندخلها يا المعلم، مع تندخل تيقول لك جبد كتاب، ما تيقول لك لا سلام ولا تيبدا تيفتي عليك وتبدا تكتب. عرفتي راه حزقات لك هي كلمه ولا حزق لك سطر، تهلا تمشي عند دوك القرايه تقول سلفيني كتابك، والله ما تعطيه لك، صافي مشى عليك الدرس. اصلا بعدا كان تيقرا معايا بلا ما تمشي ديك الشكره تاع كيشوا فيه كتاب واحد، قسما بالله. تخيل معايا ضروري تلقى في قسمك واحد عنده كتاب واحد تكتب فيه شويه بالعربيه، شويه من الجغرافيه، شويه من النشاط العلمي، شويه تكتب فيه من الاسلاميات، وقسما بالله هذاك هو اللي تينجح، وانت اللي تتقرا على راسك وتدمر والله ما تنجح. تنهضر معاكم انا، قراو معايا، قراو معايا بنادم نجح في الباك، والله يا خويا ما تيجي شي حاجه في حياته. قراو معايا وحدين مكلخين نجحوا، وحدين وتيطيروا مع الطيرو سقطوا، وقسما بالله راه الاخر الدنيا ديما تتمشي بالعكس. دابا اللقطه اللي قلت لكم هي حنايا تدخل الامتحان تلقى بزاف الاسئله، 700,000 سؤال، بعض المرات تعطيوك اسئله لا علاقه بداك الشيء اللي قريت ياك.
دابا تندخل مثلا مول الاجتماعيات شي بدا تشفتي عليك ثورات ابي حمار. دابا علاش راه بنقرا على ثورات ابي حمار الوغ كو دابا انا تنعيش في العصر؟ دابا نورمالمون قريونا على شي حاجه تنعيشوها دابا. دابا انا تنقرا على الحرب العالميه الاولى وقذيفه وفرنسا عملت تحالف مع المانيا بقياده الجيش الموريطاني وكذا ومعركه انوال، وتبقى تكتب 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 كاع داكشي اللي قريتي باش تمشي لشي خدمه. ماشي تيقول لك السلام عليكم بالدوز اونتروتيان عاود لينا على ثورات ابي حمار، تيقول لك اش من نيفو واصل، اشنا هي الحاجه اللي بيضفنا على هذه الخدمه. يعني كاع داكشي تتكتب ما تيسولوكش عليه في الخدمه، يعني ثورات ابي حماره وداكشي ديال الحرب العالميه الاولى والصفائح التكتراكتوتيه وداكشي ديال الجدع مربع 1044 ما لايقش. راه خاصكم تعرفوا بانه داكشي اللي تقرا راه ما عمرك تخدم به. قسما بالله راه تعرف الدراري معايا ديك الساعه الا كنت دير ادب تضحكوا عليا وما دايرين ديك اس تي في ولا ما عرفت اس في تي ولا ما عرفت بي سي. وهادو ديك الساعه في الثانويه ديما دوك صحاب اس في تي تيكونوا زعما هما زايدين نغزه، زعما هما واعرين تيقرا معاهم التيتيز، وحنا الاداب عياني وتيقراو معنا غير الخريقات. علاش؟ حيت حنا في الاخر عاد نقراو على نزال القباني والخبز الحافي. القور اشنا هو الامتحان تاعو؟ تلقى بنادم تيقرا الدكتوراه ولا تيقرا الليسونس تيعطيو غير ثلاث اسئله ا بي سي وتتدور عليها صافي، تيقول لك ا بلس. حنا جيب ستيلو خضر، جيب ستيلو زرق، جيب ستيلو، جيب بلونكو، جيب قومه، جيب ايو، وعد البيكار الحديد. شحال وانا تندور في هذاك البيكار ما نفعنيش هذاك الشيء. الدراري باش نقول لكم هي القرايه زوينه قراو، ولكن القرايه الحقيقيه تتبدا من تلم المرالبه عاد تيك ساعه تكون راسك تاع بصح. انا بالنسبه لي من تحجيري طلباك راه هي مرحله تمهيديه تاع تنور دماغ والله العظيم. عشان القرايه امتى تبدا تولي تفهم بالقرايه؟ هي فاش تمشي المعلم من المرالبه كلافاك انا طرات لي عاد تعرف راسك بانه انا لقيت راسي ما فاهم والو. علاش؟ انا ديك الساعه في لافاك دخلت لونفي، وعد لونفي بعدا دخلت ليه ما نكذبش عليكم، تلقى عامر خانز بريحه العرق ما نكذبش عليكم زعما الصراحه. بلان فيه كثره الخريقات وفيه دوك شي سيرفيتات، بنادم لابس سيرفيتا مع صباط، عرفتوا بانه دروا اراب قانون بالعربيه، حزقت في حالاتي ما تقيتش فيه. دخلت لواحد لونفي اخر بان لي الدريات زوينات وخاوي، قلت لهم انا هاد لونفي اللي بي تقيت فيه اش لقيت راسي فاش تقيت؟ قيت لقيت راسي دروا فرنسي، القانون بالفرنسيه. دخلت حيت كاين فيه البنات زوينات قسما بالله، دخلت ندخل بحال هكا تلقى بنادم بونجور سافا وسورتي فولي فغانا الفرنسي كانت عندي ضعيفه، وسير المعلم وليش انت بغيت تكتب بالفرنسي ما بقاتش العربيه عيد اخر. المهم هذا ماشي هو الموضوع تاعنا راه ديما تنخرج. المهم كنت صغيره الدراري كما تعرفوا الدراري ديك الساعه فاش تكون صغير، انا ديك الساعه يلاه كنت انستاليت في الحومه تاع جدتي، كان عندي باقي داك الملاليز مع العزاوه. تلقى تجيب في حومتك اربعه خمسه الدراري مجموعين تتجمعوا في العشيه تبداو تلعبوا واحد الالعاب، العاب منهم بزاف تاع الالعاب اللي ما بقاوش هاد الالعاب دابا. ومالوروزمون حنا هاد التليفون ولا هاد الهاتف هذا راه سماد، هاد السماده هرس هاد التقنيات هادو. ديك الساعه انا باقي كنت صغير تتلقاني نقدر نخلق طبيعه نشدو بنو وتتقصو قصيصات تتجلي بحال قصيصات بحال شفينجات تتشدو واحد لاستيك وتتخترع به واحد اللعيبه تنقول حنا البينو. ديك الساعه كنت تلقى العزاوه تيلعبوا البينو مجموعين وتيلعبوا البينو بحال هكا ستاك 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 طق وتيماركيو فهمتيني. كان البينو كان جينيفري، جينيفري ما عرفتكم واش لعبتو جينيفري ولا ما لعبتوش جينيفري. هادشي ما بقيتش نشوفو انا دابا باش تعرفوا راه ولاو هادو بحال قلتي دابا انا تنعاود على شي حاجه خرافيه. الوغ كوري واحد 10 سنين كان هادشي. جينيفري الدراري هي وقيلا تتكونوا تتلعبوا تبداو تتقابضوا بعضياتكم ياك تتقابضوا بعضياتكم وقيلا جينيفري هادي هي جينيفري. فرع الشبكه حتى هي فرع الشبكه هي تيكون واحد خونا واقف بحال هكا ياك تلقى شي خمسه اللور دايرين بحال هكا وتتجي انت تجري وخاصك تحلق وتيبدا تيحرق بنادم الساح 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 ما سال قوال وتسمع ديك هو اللي ما قاس اخر واحد قاس تتلقى ديما راسمين واحد القول في 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 في, في الحيط. اشاخور لعبنا شقيفه، شقيفه هي تتحط واحد سبعه الحجرات وتنهزو واحد الميكا تشتت هذوك الحجرات وذوك الحجرات تيخصك تستفو ولا ضربك واحد بلا ولا ضربك واحد ب ب بالكره تتخرج. يعني تيكونوا لاعبين اربعه ضد اربعه فهمتيني. ما سال قوال تلعبها في الطريطوارات تيكون قول قدام قول وقول قدام قول اللي تبارك عليه جوج البيوت تيتسد ليه قولوا. كانوا بزاف الالعاب صراحه بالرجوع صراحه. لعبت مع البنات شويه كنت البنت تقرب للبنات كنت نقبض لهم الحبل كانوا تيعطوني الحبل لاستيك وتيجريو ليا انا وتنبقى واقف بحال هكا وهي تجي تبقى تدير وانا واقف وانا بنت نوقف مع البنات وشاد لهم لاستيك وشاد معاهم السني باش نتسنى نلعب مع البنات وعرفتي تتبان مهيب فهمتيني. دابا ما بقاش هذا الشيء سبحان الله راجل الانترنت هذيك كسرات هذاك الحاجز ديال دابا تسمع واش عندك سكين الدب الذهبي واش عندك سكيل العنقه الكحلاء واش تلعب فري فاير عندك الام بي 40 ها البابجي. دابا نورمالمون حنا فاش كنا صغار ديك الساعه تلقانا مدابزين مع البيكالا عندنا ثلاثه الروايد فهمتيني. تلقى البراش تيجرو شي حوايج اللي تيبانو لك باسلين ولكن هي الجيل تاعو تنشدو بطاطا الحوت تلصقو لها جوج ديال الغلاقه تنبقاو غاديين بها. دابا البراش دابا باش بيسكتو هما اللي يجيهم تيعطيهم طابليت و
واتفاك اخويا ما تربي ما انا ولدي ما نعطيهش طابليت اخويا يغوت حتى الغدا وا انا بغا نخليه تي يسكت ما بغيتيش تسكت انا نمشي في حالتي نغيره ولا نخليه لمو نحزق في حالتي هاد البراش هادشي باش يقجوع عليك بداك الغوات ديالو انا الدراري ديك الساعه كانت ساكن عند جدتي بحكم انه الوالد والوالده كانوا ديك الساعه باقي صغار ويلاه كانوا جيت تألق اقلموا في الجواج ديالو انا كانوا تيخليوني عند جدتي وصراحه ديك الساعه كان عزيز عليا جدتي حتى الحماق على جدتي وجد الله يخليهم ليا واخا جدتي الدراري مريض دعيو ليا معاه الله يرحم لكم الوالدين حيت جدتي مريض ونتمنى ان شاء الله يداوي الله سبحانه وتعالى من داك المرض الخبيث حيت جدتي واحد الانسان متدين وجدتي واحد الانسان اللي فاش كنت صغير اعتنى بيا بزاف دخلني للحضر الحمد لله قراني القران كان تيدور معايا تيقول لي راه حفظتي سوره التسبيح نعطيك 50 درهم ديك الساعه جدنا الفريت تمشي بات العفاف البليد خديجه كان واحد لي طاش زوينين فاش كنت صغير بالرجوله كان واحد اللعيبات زوينين صراحه المهم كنا تنعرفوا فاش كنا صغار كنا تنتفرجوا في التلفازه باش تخرج مع السته تخرج تدخل تلقى امك داير لك الكوتي ما عرفتكمش واش تعرفوا هذه اللعيبه هذه ولكن هي كاسكروت باللغه العربيه كاسكروت هي اما فيه اتاي ولا القهوه وتتلقى خبيز كوفيتير زبيده ولا زويته كاين اللي تيقول لي الكوتي وكاين تيقول لي كاسكروت كل واحد اش يقول لي فهمتي كاسكروت هي ديك الوجبه اللي تتكون ما بين الغداء والعشاء تتكاسي بها حيت هي نورمالمون كاين ثلاث الوجبات كاين لو بوتي ديجوني اللي هو الفطور كاين الغداء اللي هو لو ديجوني وكاين العشاء اللي هو لو العشاء سميتو العشاء لو دوجوني سوار هذاك تتاكلو بالليل فهمتيني كان عزيز عليا نتفرج فواحد الرسوم متحرك كنت نتفرج في ابطال الديجيتال سين جيد قادم طائر العنقاء فهمتيني طالو تيجي طيريريري باقي عقل هذاك الشيء بحال هي البارح والله راجل كنت نتفرج باتمان ضوء لمع وسط المدينه رسم نداء لمنادينا حين يدور ويختفي حين تلك اشاره باتمان كنت نتفرج في نمر المقنع كنت ديك الساعه تنخرج من المدرسه تنجري ازلي نتفرج سينجيبات لسيمبا هل شاهدتم يوما في البرار ياكل الغرار هل شاهدتم فيلا ياكل يزن من جوع يزدي انونا يا ناس سيمبا كانوا الرسوم واعرين وكانت امي ديما تطفي عليا التلفازه تقول لي والو ما تفرجش تقد ديك زيرسيس اللي تعطيك الاستاذه فهمتيني واحد اللقطه تقول لي فري عندك اخو احمد الحق دابا فاش تكون في التحضيري ولا تكون في الابتدائي ديما تيبان لك الابتدائي راه صعيب داكشي تعطيك الاستاذ تطلع للابتدائي تشوف داكشي كنت تخرا تقول واه هادشي كان ساهل تفو ما قريتوش الاعدادي تطلع للثانوي تيبان لك داكشي كنت تخرا في الاعدادي ساهل تقول واه كوني ما قريت كون جبت دابا شي 17 ولا تبقى سبحان الله العظيم غادي بحال هكا سبحان الله العظيم لاحظت واحد الحاجه بعد تكونوا الدراري صغار حاولوا تعلموا شي حاجه زوينه ليكم حيت اي حاجه تعلمتيها وانت صغير تبقى لك في دماغك تيقول لك التعلم في الصغر كالنقش على الحجر تعلموا تنقشوا على راسكم شي حاجه من شب على شيء انشب عليه تعلموا داكشي الزوين ماشي مشكل حنا عندنا في دارنا كانوا عندنا واحد الفداش كنا ساكنين في الدار تاع واحد الطرف حيزي كي كان ساكن فيه جدتي كنا ساكنين في ثلاثه الطبقات الطبقه التحتانيه كان ساكنين معنا واحد الناس كاري لهم جدتي انا كنت نعس الفوق كان ساكن معايا خالي وكان الفوق السطاح هذاك السطاح كنت صغير ما كنتش نقدر نطلع عليه ما كنت نخاف كان ديك الساعه داك الصوت تاع البرتاس ما ديك كان تيخلعني واحد النهار بحمد الله ناض الصباح فطرت في الطيار تاعي كانت مسكينه جده ديما تطيب ليا في الطيار وتلقى مسكين ديما جدتي معايا جدتي شنو الصبح تيوجد لينا واحد الحريره بيضاء تنقول احنا المفلقه هي واحد الحريره بيضاء وتكون معها واحد شويه الروز ولا واحد اللعيبه واحد البليبيله تدير معها الحليب وتشربها تجي واعره ضربت ديك الحريره لبست الطابليه تاعي خرجت مشيت للمدرسه وداك الجو جميل في الصباح تخرج تلقى كلشي غادي للمدرسه وواحد شاد خو صغير اجواء واعره تحشتهم والله الا تحشتهم زعما باقي تقرا سعداتك والله الا سعداتك بالله مشيت قريت داز هذاك الصباح جيت تغديت رجعت للمدرسه جيت في العشيه رميت الشكاره كانت عندي واحد الشكاره باقي تنعقل مربعه وكانت تتحل بحال هكا جيك تشك تتحل بحال هكا وتتلبس وكانوا عزيز عليا دوك الشكاره تاع الجراره تعرفتيهم كنت نقول واجي شريها لي تبقى تجرى بحال هكا ديك الساعه اللي عنده ديك الشكاره بحال هكا زعما راه هو زاز حيت انا اصلا ديك الساعه كنت مكاعي مع مالي نطار علاش حيت كانوا حصلوا عليا واحد اللعيبه شنو هي هاد اللعيبه دابا نورمالمون كانت عبد الواحد المراكشي وكانت من وراء عبد الكريم الخطابي عبد الكريم الخطابي كانت عندهم واحد المطعم وداك المطعم كانوا يديروا الناس مساكن اليتامى فهمتيني وكانوا واحد الدراري حدايا ديما ولاد الحومه مساكن تيمشيو تياكلوا فيه حيت هو يتيم واحد الدري ما بغيتش نذكر سميتو كان مسكين هو يتيم وكان ديما تيقول يلاه اخو احمد تاكل تنقول ليه لا راه انا راه ما ايه يلاه واحد النهار سبحان الله العظيم مشيت قال لي شنو سميت قلت لهم احمد شنو كنيتك الصابيره قال لي انا معاد قال لي شباك امك بيشين قلت لهم قتلت والديا مساكن باقي عايشين دخلت كبوا لي واحد زلافه العدس فهمتيني عطاوني واحد نص كوميره ما عرفت فيها الطول والحرور عطاوني واحد الشوكولاته وواحد العصير من زهري داك النهار داز واحد خالي من العائله
شافني خارج من هادي عرفتي يا معلم حسني عرفتي انت داك خالك مع زوين مشى قالها لمالي الدار صافي هو جدا قاعده تعصيني ديك الساعه بواحد الطراقه الميكا ديك تاع 20 درهم عرفتي ديك انت وليتي كميتين فاش جاب باصاك الخبار راه قلت لهم انتم راه ميتين شو وبدا تيجبد معايا شوف سبحان الله جيت لجيت انا كبر بالعصا ولكن كبرنا رجال معظم الدراري تاع التسعينات تلقاهم رجال تعرفوا كيفاش يخرجوا راسهم ولكن عاتاني كل جيل الحلاوه تاعو منعيبش هذا الجيل هذا بوتيتغ كو انا كنت زدت مع هذا الجيل هذا عندهم لي زانفينيون تاعهم زعما دوك لي زافونتاج تاعهم ذكيين عندهم العولمه عندهم الانترنت هذيك الساعه ما كانش عندنا الانترنت عندنا السيبر عرفتي شنو واحد الموقف كان طرا ليا الدراري ما عمرني نساه في حياتي كنت جالس في هذا واحد السيبر تاع هنا الدوار الشاوي راه معروف هذا السيبر في دوار الشاوي كان هو طويل ديك الساعه حنا كنا تنمشيو تنلعبوا في واحد سي سميتو في خايف كنا تنلعبوا في واحد سي سميتو 99 جو ولا مار جو بوان كوم عاد كان واحد السيت قام زيرت البيار كنا تنجرو ماروك زيك المهم كانوا بزاف ديال لي جو ماشي مشكل مشينا كنت جالس كنقعد حدايا واحد اللحيه كان ديك الساعه باقي تعقل واحد الكاسك فيه واحد الحديده و تيبقى تيتدار ليه بحال هكا وفيه واحد اللعيبه وقدامك تكون واحد الكاميرا وفيها واحد اللعيبه جالس هكا ما عليا ما بيا تنجيرها خويا اخواني اصاحبي بالحيط وقسما بالله تنجيرها تنتلفت اش نلقى عجبت والله الا تلقى عجبت مواقع اباحيه وحق الله ولا بزيك الفوقيه و تيجيرها عرفتي فاش حصلت عرفتي فاش حصلت و جاب فيا امريكا مالك بغيت في البيسي وبينوض وانا مع ديك الساعه كنت في الطاح تنقول صاحبي شو هاد خونا والمشكل حنا داك السيبير ما كناش نمشيو ليه واحد ولا جوج كنا نمشيو ليه فرق ديك الساعه كاع الدريبه تتجمع جوج درهم باش ندخلوا لكامزير باش نتلاقاو عرفتي راه الاخر هذاك النهار رجعت للدار تنجيرها تنتفرج ما عرفتش قال لي راسي طلق سوبرمان سوبرمان تيبان لي داك ها لابس واحد الرداء وتيبان لي تيطير وتيجي تيطلق الليزر والله العظيم تنتفرج تنتفرج هذاك النهار بالضبط ما عرفتش قال لي راسي ما عرفتش قال لي ما عرفتش درتها هو نمشي وحق الله بهذه الطريقه هاجي مشيت عشيني للطواليت هزيت واحد الفوطه والله العظيم هزيت واحد الفوطه ونجلها بحال هكا قلتها بحال هكا تهضر معاكم وحق الله هادشي باقي تعقل عليه محفور ليا في دماغي درت له واحد الفوطه بحال هكا ديك غواق دابا خصكم تعرفوا بان الدار اللي كنت فيها انايا اللي كنا ساكن مع جدتي كانوا فيها الطاج لتحت الطاج الاول عاد الفوق مشيت جيت واحد الفدري شحال الفدري ما كناش جايين ليه داك الحديد داكشي علاش الله يرحم الوالدين اللي عنده الدري صغار بداو يجيو داك الحديد صافي فهمتي طلعت فوق هذاك الفدريش مع الفدريش كانوا دايرين فيه واحد بحال هكا طلعت فهمتيني وتفكر هذاك باطمان فهمتيني تفكرت هذاك باطمان دابا خصكم تعرفوا بانه داك باطمان تيطير درت بحال هكا ودابا ديك الهبطه تبان ليا قريبه نقول لكم انا المعلمه مع درت بحال هكا تقول لك ديك ها هاد العباءة خانتني ماشي بحال سوبرمان طاطير وتبقى غادي بها بحال هكا عاد نقول لكم عاد تلاحت ويبان لكم بها حمدان تشيش عاد داك السقوط الحر هاكا تسمعت بحال هكا تسمعت تيك هاديك ونطيح بها طحت عليها انا طحت عليها انا والله طحت عليها انا وعلى فخدي وسمعتي قسما بالله هاكا والمشكل تحت كان ساكن واحد السيد هيكاري سمعت تيك خبات ديك الساعه في الجيل ديالي انا وانت دابا الدراري الصغار تيأثر علينا هادشي ديال باقي تنعقل ديك الساعه مثلا في ناروتو تنتفرجنا في ناروتو كنت ديك الساعه تنمشي للابتدائي تلبس الشكاره وتمشي كنت ديك الساعه دوقيتها تنجري بحال هكا تيتخيل لي راسي بانه راه داكشي تنتفرج فيه راه حقيقي وحق الله وديك الساعه فاش كنت ندابز مع الدراري في الاستراحه تنمشي نقول لهم يا وراه تهضر معاكم واش راه حقيقي زعما الناس اللي الجينيراسيون ديالي هادي عرفوا والله كنت نمشي للمدرسه تنبدا نجري بحال هكا وتنضرب في ناحيه التيكا هاديك تمشي بحال هكا وحق الله الاخر المهم ماشي مشكل سمعت ديك غباق هكا تسمع طحت تجي مرت هذاك السيد اللي ساكنه تسمع مع تجي تتكون مع هزه شي شينيه تسمع ديك تتخبطها تبدا تعيط ولدكم طاح ولدكم مات انا تسمع ديك هكا تسمع بين هضر بغيت ندوي ما بقيت نقدر نقول والو بحال قلتي النفس تبجغات فيا حيت طحت على صدري وحق الله وشوف وفخدي فخدي تهرس ليا فخدي تهرس ليا عشان ما باقيش قدرت نتحرك فهمتيني الواليده جات تغوت تضرب على فخاضها بدات تتبكي فهمتيني دابا نورمالمون البات عندك هو داك الاب اللي تيكون هو داك الغضنفر السبع انا با شافني بهذيك الحاله هو يسخف صافي واه تنوض الجوقه تما باقي تنعقل راه عندي هنا واحد الحله تنشي نهار نحسن الحين نوريها لكم هكا راه مخيط ليا هنايا كان هنايا تحل ليا قسما بالله ما لقاو فيا ما يجمعوا وحق الله الدراري هربوا انا باقي تنعقل هذاك النهار مزيان اصاحبي زعما ما عمرني ننساه
حيت من المورا هذيك انا قلت صعيب، قلت صعيب باقي زعما نتمشى ولا شي حاجه، حيت راه فراكتور هربانه في درسوا ليا رجليه بجوج. حيت سبحان الله العظيم هاد اللعبه جات توقع ليا حتى واحد النهار ضربني واحد الفلاش باك. كنا ديك الساعه تنتعلقوا في واحد الكرمه ديال واحد السيد سميتو الهراس. السيد كان عنده واحد الكرمه جيما تلقانا طالعين فوقها بحال القروضه. واحد النهار كنت معلق في واحد الغصن ديال واحد الشجره وتتبان ليا الارض قريبه، الوغ كو هي الارض ما قريباش. اون فوا طلقت مع داك الجدع مع ديك تحطت تحتيت هو يضربني الضو في رجليا. هاد المرات عينيك تيوهموك بانه شي حاجه قريبه الوغ كو هي ما قريباش. المهم نط الروينه الوالد سخف، بنادم فاش يسخف في الغربه زعما تيسخف في اوروبا وفي الدول المتقدمه تسمع ديك ميديك 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 تيجيبوا هذيك الباليزه تاع الميديك غوا تيخرجوا داك القلب تيقول ليه سي بي ار 1 2 3 تيف واش بغى لابوش تينفخ ليه 1 2 3 تيبقى تينفخ ليه بحال هكا. حنا شي واحد لا سخف عندنا شي يديروا ليه ثلاثه الحوايج، يا اما تيشموا ليه بصله تيفيقوا بصله ولا تيجيبوا ليه السوارت تيجيبوا ليه السوارت اشني زعما تيجدوا ليه السوارت عشان ليه فيديو تيجد عليه باش عقلو يتخلي راه شرا بارطما مع شي فيق ما تلقى له بارطما ولا تيعاود يسخف ليه ولا تيجيروا ليه الريحه تيشموا ليه الريحه. ثلاثه اللعيبات معروفه هادشي، يا اما الريحه يا اما البصله يا اما السوارت. انا شوف انا فضل يجيروا ليه البصله وما يجيوش ليه السوارت حيت كاع هادوك اللي دار لهم السوارت تحشات ليهم. حيت دابا انت تكون سخفان تقول راه عطاوني السوارت راه بارطما جابها الله فهمتيني، حيت زعما راه الساروت تنوضها يا معلم راك عارف. الوالد سخف بداو تينوضو انا هزوني لومبيلونس عيطوا عليها. اش بغيت نقول لك لومبيلونس هي المعلم واش قعدت ساعه ولا ساعتين. عندنا مشكل عوايص في هاد اللعيبه هادي مالوغوزمون. كاين بعض المرات شي ناس اللي تيفقدوا حياتهم في هذيك الفتره ممكن يكون كتجي لومبيلونس واحد شويه بكري كان هذاك الانسان يقدر يتعتق فهمتيني. انا ديك الساعه والديا كانوا ناس بساطة ما داونيش للكلينيك، يعني فاش تسناو لومبيلونس انا ديك الساعه مغيب. انا هادشي داكشي تتعاود ليا انا عاود لكم انا فاش فقت كيلقيت راسي تهزاتني لومبيلونس تتصوني وي 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 والثاني وانا بحال قلتي سبحان الله العظيم فاش تضرب ما عمرك فاش تضرب تبانيكي. انا شفتي الدمعه تزيد تبانيكي. مشيت لومبيلونس دخلوني وقالوا ما قدرتش مشيت للسيفيل، سيفيل في مراكش معروف سيفيل. دخلت البلايص كلهم عامرين وهاد اللعبه اللي ما تعجبنيش تاع المحسوبيه والزبونيه. حيت نورمالمون السبيطار عمومي تيكون خصو يكون متوفر للجميع، ولكن حنا شي خصك المعارف باش تدخل باش خصك باياس فوقاش تنعس فهمتيني فوقاش تدير. انا ديك الساعه جيت جوج تهامده بنادم طايح مهرس سخفان ادم حلو ليه الرعب فهمتيني الرعب الرعب من الرعب. انا ضروري تنقلب والو راه انا راه اخر مره دخلت للسبيطار بقى فيا الحال. علاش نقول لكم الدراري راه لا عندكم صحتكم حق الله ما بقيتش تيقول ديك الهضره ليريل ماني كان باي هابي. شوف الماني ما عمرها تقدر تبايا ليك الهابينس. الفلوس تيشريو ليك سعاده مؤقته. شلا ما لقيتيش شوف شلا عندك صحتك والله الا راك انسان سعيد قسما بالله تيقبيل. شلا عندك صحتك شي دابا انت تنعس في الوقيته راه بنادم واحد اخر ما تينعسش يحسدك عليه. اذا تدخل للطواليت تدخل تدير كاكا ولا تحاشاكم تخسر في الطواليت تدير الغائط. انا راه فيا البواسر ما تنديرش الغائط. راه كاين الدراري اللي ما شي حوايج انت عندك ما عندش واحد اخر. راه الصحه تاج ما تيحش بها هي اللي محتاج فهمتي اش بنقول لكم. صحتكم راه واحد اللعيبه زوينه اللي ما تحس بها حتى من بعد تبدا تخوي بك صحتك. راه انا دابا وقعت لي ديك الساعه فاش كنت باقي صغير كنت نلعب ثلاث الماتشات كنت نجري 100 متر وكنت ما تنزكاش. دابا بعض المرات جيت نزيد نبدا نهج كبرت وصحتي ما عملتها. ما تهملوا صحتكم ديما السبور ديما الماكله الزوينه كلوا الخضر. انا ما كنتش ناكل الخضر. انا في الدار كنت ولي ولد بطاطا كنت كسكسو ما فيهش بطاطا ما ناكلوش طاجينه ما فيه بطاطا ما ناكلوش. كنت ناكل ديما يا بطاطا والدواز ما عمرني كنت الخضرة كلوا الخضرة كل مطيشه كل خيزو كل تيوخريفين كل القرعه كل السلاوي فهمتيني كل ملاوي كل حلاوي كل كلشي معلم. تكون معلم انسان عاشب ولاحم تاكل كلشي. انا ما كنتش ناكل كان مشكل باش نقول لكم تهلاو في صحتكم وكلوا مزيان. نقلبوا على بلاصه في داك السبيطار ما لقيناهاش. قال لك اسيدي كاع الاسير راه عامرين بحال الله العظيم. عند الله تيسخر لنا واحد السرير دخلوني قالوا لي ديك الساعه السكانير جبروني. قيل معايا انت اخر حاجه عقلتي عليها هي تلاحيتي بسوبرمان تنوض اش تلقى راسي الدراري تلقى راسي عباره عن قبص ديريلو ليا من لهنايا من عنقي قسما بالله من عنقي ونازل ليا حتى الرجليه. عرفتي ديك المومياء تاع امون عات خان خات وحق الله الا من عنقي ولا باقي انا باقي تنستعقل من صدري من لهنا من هذا من هذا النيفو هذا. عرفتي ديك الفراشه فاش تتكوك بحال هكا والله العظيم وفاتحين ليا واحد الفتحه هنايا باش نبول وفاتحين ليا هنا واحد الفتحه اللور باش نخاف. يتخيل معايا انا ديك الساعه فاش تنبول تهزني امي بحال شي باريزيانه مسكينه وتتلوني بحال شي قرعه كنت تنبول بحال هكا عاود ترجع لي امي بحال هكا. كنت كانوا يجيا دايرين بحال هكا قسما بالله كنت كلي مقبس كلي وحق الله كانوا تيقولوا لي زعما راه كنتي على فراش الموت زعما ديك التحاله اللي طحتي بحال هكاك في هذاك لاج كنتي باقي فراجيل قسما بالله. شو سبحان الله العظيم قالوا لي كنتي بيت موت والله العظيم. المهم داروا لي الجبيره وداك الحماق تخيلوا معايا طنوط
وهادشي باقي عاقل عليه. تلقى امي مسكينه ما لقاوش ليها الفراش ومع ولدها مضروب ليها وولدها، باش تعرفوا بان راه قلت لكم الحنان تاع الام امك، راه امك غتنصفك ظالم ولا مظلوم. شي امك تقدر تكون قاتل وعارفه تقاتل وتقول ما قاتلش، امك ديما معاك عمرها تكون ضدك. راه امي بعض المرات باقي نعقل ديك الساعه باقي صغير تنقلقها ولا تقول جيب البوطه ولا تنتخاصم معاها، فهمتيني؟ تندم على النهار اللي قالت لي تسخر وتنجلى ديك ديال الحركه تاع تنهز عليها يديا. ما كرهتش يديا تقطع، ما خصكش تدي راكوك لامك، قالت لك امك جيب البوطه سير جيب البوطه. عيطات عليك صاحبتك قطع على صاحبتك وهضر مع امك، ديما هي الاول تتقضي مع امك. شي امك تقول لك ما باقيش بغيتك اخرج. تندم على دوك اللحظات. علاش؟ اذا داك النهار فاش نط لقيت امي نعسه في الارض وهذاك السبيطار خانز بريحه البول، والله الا هكا ريحه البول تطعطعت، لقيت امي مسكينه مسده الارض. حيت انا ديك الساعه تنفيق بالليل تيخصني نشرب، حيت انا يجيا كانوا بحال هكا بديت نغوت، ومسكينه امي هي تتوكلني هي تتشربني هي كلشي. ما عمرني ننسى هذيك الفتره اللي دوزت معايا امي في هذاك السبيطار قسما بالله. داكشي علاش امك راه ما عمرك ترد لها داك الجميل ديالها. علاش الله سبحانه وتعالى قال لك الجنه تحت اقدام الامهات؟ حيت الام هي مصدر الحنان. راه الام شي داكشي اللي دارت معاك باقي ما رديتي ليها فيه منه حتى قداك. شي داك الالم ديال الولاده فاش تتكون هي بحال هكا تولدك، قال لك ثاني اكثر الم هو الم الولاده. باش تعرف هذاك السبيطار واقيلا لا ما اظن جلس فيه شي 3 موا 3 شهور لا ما عاد كثر كاع جلست كثر، حيت كانت حالتي صعيبه بزاف والله. راه الاخر الدراري زعما راه فاش درت القبصه الدراري انا با عندي بلجي والوالد والوالده والعائله تاعنا بلجي، حيت دابا العظم باش يرجع بلاصتو تيخصو واحد البروسيس فهمتيني، تجي الحديد وداك الحماق داكشي ما كانش في الوقيته تاعنا ديك الساعه تاع تجي الحديد وتيحلوا لك رجليك. انا با وامي قالوا لهم لا، وانا اصلا امي وبا قالوا هذا لو شوا ما نديروش، حيت ديك الساعه بحال هكا زعما قالوا الطبيب زعما صعيب الدري باقي يمشي زعما صعيب خصو شحال. والله العظيم شوف سبحان الله العظيم واش بيطر هادشي راه زعما ما تمشيش نعاود لكم وحي الخيال شي حقيقي. هذاك النهار سمعت الوالده هضرات على هادشي هذا في ذاك لابي، هي شافت كلشي فهمتي. بحال العظيم من بعد تكتشفوا الدراري واحد اللقيطه بان والديكم بغاو لكم شحال من حاجه ولكن ما يقدروش يجيروا عليكم. انا ديك الساعه كنت نتخرى مع با على قبل الموطور، ندخل البيبان وبقيت نعقل واحد كنت غاجي معاه ورد خو واحد البركاصه كاع الدراري عندهم ماطره وانا لا، وانت ما بغيتيش تشري لي موطور. ديك الساعه درت الم باك وتتالم امك. علاش؟ حيت الداخل ديالهم ساكن وما بغاو لكم شي حوايج وما قدروش يجيروهم لكم. ما عمركم الدراري تفرصيو على والديكم الله يرحم بال والديك. هنا الوالد تجي واحد الفكره، حيت القبص هي تيعاون سميتو العظم يحاول يرجع لبلاصتو ولكن ما تيرجعش لبلاصتو 100%، فهمتيني؟ انا الواليد تيهزني نعم سيدي فين تيتشيني عند واحد السيد تيقولوا لي الجبار، هاد الجبار العشران خليوني ما تشي تحت تكرم. الجبار هو واحد الانسان معروف بالبركه، هاد البركه هادي تنحاول زعما نقلب عليها ونعرف اش هي البركه. هو تيقول لك اخويا هاد الجبار هو واحد الانسان عنده بركه في يديه، زعما حتى دوك الادوات اللي تيخدم به هما عشيري ما عندهمش علاقه بالطب. تلقاه حداه مقراش الماء سخون فوطه زويته العود والبركه ديالو. اشنو هي هاد البركه؟ هاد البركه تيقول لك بانه هو شي واحد من العائله ديالهم كان شريف، وهاد اللعبه تاع حنا شرفه ناكلوا الحوت بالمغرفه راه معروفه، تكون بعدا تكونوا سمعتوا بهاد الشيء هذا فهمتي تاع الشرفه. حيت كاينين الناس اللي تيكزيستو عندهم الشرفاء الادارسه فهمتيني. تلقاه شريف معروفه هادي زعما راه كاينه هادي ماشي كذوب كاينه، غير هو زعما الا جينا نهضرو في الحقيقه طب تيبقى طب، ممكن لكش تجي بسكانير ولا فهمتيني زعما تكذب سكانير ولا تكذب بالبحث. غير هو سبحان الله العظيم بعض المرات هذاك الجبار اللي انت حاكر كانوا ديك الساعه شحال هادي قبل ما يبان الطب، كان الطب البديل بنادم تيتداوى بالاعشاب بالزيوت. زعما في العهد ديال الناس اللي كانوا تيتداوى في الطب في القديم ما كانوا لا سكانيرات ما كانوا لا، كان بنادم تيداروا جراحات عمليه كانوا عندهم فهمتي زعما متوغلين في هادشي تاع الطب. راه خاصكم تعرفوا بان المسلمين راه التاريخ تاعنا راه تبارك الله راه عامر بهادشي تاع الاسلام والطب والعلم. كنا حنا واصلين لواحد العلم شحال هادي راه خيالين، راه الاوروبيين راه اجاو مخرونا العلم ديالنا. عندكم تصحابكم تشوفهم دابا مصدارين وهاد الحماقه هما نهبوا لنا العلم ديالنا. اما جينا نهضروا على ابن بطوطه وابن الزهر وبدنا نهضروا على العلماء تاعنا المسلمين، حنا راه كنا واصلين لواحد العلم خيال يا المعلم، راه كنا واصلين لواحد الافكار وواحد التفتح راه الاخر. سيروا قراو على الباسي ديالكم كعرب غادي تفتخر بك وانك عربي يا المعلم. عرفتي الاندلس سيروا قراو على الاندلس يهرب لكم اصح. دابا اش طرا غير بانه في الفتره ديال الحرب طولت الحرب وتتعرف فاش تولي الحرب، دخلوا للمكاتب ديال المسلمين وهزوا لهم العلم ديالهم وداوه واستثمروه في هذاك تما. وداك الشيء جبان لك هذاك الشيء تما، مشيت عند الجبار تنجلس تلقى يا سيد دخلوا معايا من السبيطار للجبار من الماكينات وكذا. حصيره بيت عادي بنادم عادي لابس تريكو باقي تلقى عليه بولو، بنادم عرقان حداه زويته العود. تندخل بحال هكا بوب بدا ما عطاش شي هضر معاه وانا جالس وسبحان الله العظيم خاطري ما مرتاحش. تندخل اخويا عندك الجبار دوك الاجواء الغريبه، شاد واحد المقراج وتيسخن واحد سبحان الله العظيم واحد الزيف وتيبدا بحال هكا. والله العظيم انا رجليا حاطه بحال هكا وتضرني
وتيمسد ليا فيها ويودنيه تيحطها حدايا وتيحاول يساوي. والله العظيم ماشي تنقولكم بحال شفتو بعيني، وتيجي بحال هكا وتيجي بحال هكا هي بيجي. وراه لحد الان باقي عاصي هاد الجبار هذا، راه معروف كان سميتو الجبار في بين المعاصر، باقي لحد الان باقي يلولد لبات. ما عرفتوش واش مسكين مات ولا داكشي، ولكن كلشي كان معروف بلبات حيت هاد الجبار هذا هو اللي كانوا تيستعملوا الناس شحال هادي شي واحد تدرس. هاد الجبار سبحان الله العظيم تلقاه مقاري ما داير، سبحان الله العظيم تدخل عنده تيجبرك تيجبرك تيرد لك البلاصه المطرطقه البلاصه باش الله يعلم. ما عرفتش مقاري ما دار باك بلس 7، ما خسر 70 مليون، ما قرا في ديك جامعات القراوين، ما خويا مشى قرا الخارج، ما دار 7 سنين في فرنسا، تلقاه شي فطريب الخبز والزيت وشريف، وسبحان الله العظيم قاجي غرض. والله العظيم على الاخر تيداويك من فجيع ضراتك شي بلاصه تيدوز لك عليها عاده تولي بخير. سبحان الله العظيم حاولت تلقى شي تفسير لهذا الشيء ما حاولتش نتعمق فيه. حط ليه بحال هكا وتيدوز ليها يا المعلم بهذاك اللعيبه، وتيجيب واحد الزويته وتيجي هكا ما حتى تيورك وتضرني رجليه مع القبص. اش دار القبص بحال قال شي عاوني العظم يحاول يرجع شويه فين كان، ولكن باش يرجع الباسون 100% لا، فهمتيني؟ ديك الساعه الوالد واقيلا جو بونس واش ما كانش عمليه باش يديروا لي مسمار ولا باش يديروا لي الحديد، ولا با ما زعمش يجي لي الحديد، ولا ما كانش عندهم الامكانيات باش يديروا لي الحديد، ما عرفتش. داك الجبار داير لي رجليه وتتصند بودني، ما عنده صناطة الطبيب، ما عنده ماكينة، تيجي ليا تيجي ليا تيجي ليا تيضحك معايا تيقول عاود ليا عاود ليا شي حاجة وانا علاني تنقول لها قال لي كي بقيتي شوية. يا المعلم يا المعلم تنسمع ديك هكا تتسمع، عرفتي داك الخص فاش تجي ديك خش تسمع بحال هكا واحد تسمع ديك هكا سير تطلع وتسمع ديك تنغوت. راه بعدا اصلا قبل ما تدخل عند داك الجبار هاد الاصوات هما بدات تسمع بكثر بدات تسمع هاد الاصوات هادو تتخلع تاع التروماتيزا. داكشي علاش فاش دخلت كنت مخلوع داخل مفقود والخارج مولود. ديك اللعبه تاع تسمع ديك الغوات وتسمع شحال تقول لك تسمع الغوات. داك الجبار عنده غير الغوات وسبحان الله العظيم تيخرج من عنده بنادم صحه سلام تيقول لك سير جيب ليا واحد الطرف ديال التوب من عند العطار، تجيب ليه واحد النفيته وتجيب ليه واحد اللعيبه وصافي هادو هما المستلزمات ديالو. وفاش تدور معاه راه ماشي تعطي شي 1000 درهم، تعطي واحد 200 درهم تقول راه غير البركه والله ما تيشوفها. تيشد هذوك الفلوس تيجي لهم بحال هكا وتيخشهم تحت الحصيره قسما بالله. وراه لحد الان باقي شي اكزيستي الجبار، ولحد الان باقي تنمشي عنده انايا. انا تفدعت انا تشعرات ليا رجليه قسما بالله، فاش طرطق ليا رجليه عاد عرفت علاش قبل ما ندخل عنده الناس كانوا تيغوتوا. ولكن هي رجليه تضرني وتتصوني، ولكن حسيت بها بحال رجعت بدات يكمد عليا قسما بالله، بدات يكمد عليا تيكمد تيكمد تيكمد. الوالده مسكينه تتبكي تنشوفها تيتنزل لها الدم واحد صعيب، بدات تشوف ولدك تيغوات فاش تشوف واحد الانسان عزيز عليك وشي تالم قدامك صعيبه فهمتيني. قسما بالله دار هكا داز الرجل الاخرى قال لي الرجل الاخرى راه ولات شويه، قال لي واد راه ولات شويه هادي راه ما محتاجاش لذاك الشيء هذا مع المدات ولي بخير. الرجل اللي فيها المشكل هاي دار لي ديك اللعيبه تق 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 ديك الفاصمه، خيط واحد اللعيبات خيطهم نتق خرجت في حالاتي. داز بالمورا شحال شهرين ثلاث شهور وليت نقدر نمشي على رجلي سبحان الله. ولات هادشي من التكر، تخيل معايا راه ما مشينا عند الطبيب ما خلصنا الملايين. داك الجبار من داك النهار جبر لي هاد الرجل بخير وعلى خير، ما عمرني من روح رجعت بها لعند شي طبيب. الوغ كنت نسمع بنادم تهرس وباقي تيتعقر في رجلي. وهادشي اللي كان العزاوة ديرو لنا جيم ديرو لنا كومونتير وهاتي وهاتي يا لالا وديما كوكب وتحية للرجال. السلام عليكم.